تلاقوا. لكن من نظرتك انت امين يعني من فين تشوف انها هذه تكون مطلقه للاطفال فقط ولا بتكون لشرائح المجتمع كافه يعني؟ نعم، وجهه نظري انه هي متجهه يعني موجهه لجميع الطبقات. طيب ولكل الاعمار. احنا لما كان يتكلم وسام انه من بدايه سنه ونص يبدا في القطع المخصصه للاطفال في هذا العمر، هي المكعبات. نعم كانت المكعبات. نعم اوكي، يعني احنا بنلعب ليجو من واحنا صغار كذا. صح يس. ف هي لكل لكل يعني الاعمار، لانه لكل عمر معين بتمنح صاحب العمر هذا فائده مختلفه عن الثانيه. لو جينا نتكلم عن الفوائد يعني ما لو نتكلم على الاطفال فوائدها للاطفال ايش ممكن تكون اهم الفوائد؟ لان بنشوف بيكون عندهم حماس كبير، يعني الطفل من عمر صغيره مثلا سنه سنه ونص جدا بتلفت المكعبات، بعد كذا بتبدا الليجو بهذه الصوره اللي هي تبدا تصغر فيها، فهنا ايش بتكون الفوائد؟ يمكن اول فائده رزان ترى بتكون انه تقربه من حبه للهندسه ولا لا امين؟ صح، انت طبعا عاد حبك للهندسه يا عبد الله. شوفوا انا حاكلمكم اذا تكلموا على موضوع الهندسه، الليجو تبني مكعباتها وبتسوق لمكعباتها بطريقه فنيه ومحترفه جدا. فلو جينا نتكلم على موضوع الهندسه المعماريه عندهم يعني تخصص خاص في هذا الموضوع، فانت تقدر تشتري قطع خاصه في هذا الموضوع مثلا تمنحك انه انت تبني الابراج او المباني الخاصه لكل دوله. فمثلا لو نتكلم على دول احنا نقدر نشتري مثلا دبي ويكون من المجسمات الموجوده برج العرب، برج خليفه. حلو. او لندن او غيرها. جميل. واذا جينا نتكلم على الفائده اللي حضرتك سالتيني، هي الفائده للاطفال عظيمه خصوصا في الفتره اللي احنا فيها والدنيا المتسارعه هذه. صح، تعلم الأطفال الصبر، الهدوء. فيها صبر كبير طبعاً جدا طبعاً يعني. لأنه أتخيل إنه القطع الصغيرة هذه من قطعة على قطعة وفي وقت يعني مستغرق، الطفل لما يشوف حاجة مجرد كانت أشياء منثورة أنا قدرت أوصل لهذا الشيء اللي أنا بنيته بنفسي بيدي، فما هو شيء بسيط. فأنا زي كذا علمت الصبر ومنحته الخيال إنه يقدر كمان يتخيل إيش حيكون وإيش حيصير. صح. وبتعلم كمان فكرة أنه أنا كيف أتبع كتابة الكتاب خطوات التركيب، التخطيط مثلاً بالتمام. فأنا كيف أحط هذه القطعة على هذه القطعة وكيف أمشي بالطريقة الصحيحة.